اللي هو آخر جزء من شابتر رقم سبعة رح, ننهيه إن شاء الله في محاضرة اليوم بس بدي أتأكد إنه الشيرنج واضح عندكم إذا بسمع فيدباك من طالب واحد يحكي لي إنه شايفين السلايدز حتى نبلش المحاضرة طيب شكرا لك هلا زي ما حكيت لكم اليوم رح ناخذ سمان. السي سترينج. شايفينه؟ أوكي. أوكي. رح نأخذ السي C Strings اللي هي آخر جزء من Chapter 7 انا احنا أخذنا احنا وياكم في Chapter 4 موضوع السترينج String Type أخذنا في Chapter 4 السترينج تايب Type وتعلمنا كيف نعمل String وكيف نغير على ال Elements الموجودين في String وكيف نطبعها وإلى آخره هلا بس الملاحظة اللي بدي أحكي لكم إياها وهي ملاحظة جداً جداً مهمة أنه السترينج String Type اللي احنا أخذناه في Chapter 4 مختلف عن السي سترينجز اللي راح نحكي عنها في محاضرة اليوم يعني مش بالضبط نفس نفس الموضوع يعني مش تكملة لنفس الموضوع موضوع مختلف هلا حتى أذكركم سريعا بموضوع السترينج تايب اللي أخذناه في شابتر 4 كن كان في عنا تايب يعني داتا تايب زي الانتجار زي الفلوت زي البوليان اسمه سترينج وكنا نحكي اسم السترينج بدون هاي الأقواس صح تذكروا ما كان عندنا هاي الأقواس وكنا نعطي محتويات السترينج بين دبل كوتس اي إشي جوا السترينج بنحطه بين دبل كوتس فالان ممكن اتعامل مع هاي السترينج اللي اسمها اس اطبعها او ادخلها باستخدام الجيت الجت لاين لانه حكينا السي ان بتدخل لعند اول سبيس مجرد ما شافت سبيس بتاخذ اول جزء قبل السبيس وبتروح تستنى عند وتعمل سكيب للسبيس وبتاخذ الجزء اللي بعده للسي ان اللي بعديها ايضا حكينا بعض الفنكشنز اللي موجوده في السي بلس بلس اللي من خلالها ممكن اتعامل مع السترينج تايب زي الات اندكس ات يعني بس احكي له اسم السترينج دوت ات بعطيه بين قوسين اندكس uh, معين موجود في هاي السترينج برجع لي او بغير فيه هلا حكينا بالنسبه للاندسيز في السترينج يعني uh, خلينا الاندسيز اللي هي مواقع الكاركترز في السترينج ببلشوا من الصفر عندي صفر عندي واحد عندي اثنين عندي ثلاث وهذا الحكي كان موجود عليه سؤال في الاسايمنتس السابقه وحتى في الامتحان اجى عليه حكينا انه الكاركترز اللي موجودين في السترينج ببلش الاندكس لهم من الصفر فبالتالي هون بس تحكي له اس دوت ات اندكس صفر برجع لك اول اليمنت بس هون شو عملت حكيت اس دوت ات اندكس صفر حط لي فيها دبليو كابيتال هي كان فيها دبليو سمول راح يغيرها لدبليو كابيتال اوكي ممكن تستخدم سي اوت وتطبعها وهكذا اوكي يعني ممكن انه تستخدم جمله سي اوت وتطبع الكاركتر الموجود عند اندكس معين ويطلع عندك على الاوتبوت كونسول ايضا الاشياء اللي اخذناها موضوع الـ اسم السترينج دوت لينث بيرجع لك بيرجع لك عدد الكاركترز اللي موجودين في هاي السترينج وحكينا انه هذا الاشي ما في شيء مشابه له بس نحكي عن الاريز يعني ما في فانكشن بسي بلس بلس بيرجع لي طول الاري عشان هيك بس اعمل باس لا, آه لا لفانكشن بدي اعطيه اسم الاري والسايز تبعها اوكي في طريقه ثانيه حتى اتعامل مع كاركتر معين في الـ في السترينج بعدني بحكي عن السترينج تايب اللي اخذناه في تشابتر 4 بحكي S إما بحكي S at index 0 أو بحكي S بين قوسين صفر نفس الكلام معناته أني أنا بتعامل مع الكاركتر اللي موجود في بداية السترينج في أول موقع في السترينج ممكن تغيره ممكن تطبعه فبالتالي هاي السي اوت ستيتمنت رح تطبع لي 14 اللي هو لينث السترينج لو عديتها انا وياكم بما فيها السبيسز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 حتى حتى لو كان عندك سبيس هون بين الدبل كوت وبين البلس بدك تحسبه هو اي شيء موجود داخل الدبل كوت وطبع لي الاس ات اندكس زيرو اللي هي دبليو كابيتال لانه انا غيرت عليها وعملتها دبليو كابيتال هلا الاشي اللي بدي ادرسه انا وياكم اليوم في محاضره اليوم نوعا ما مختلف اللي هو اسمه سي سترينج سي سترينج بس قبل ما ابلش بالسي string حتى تصير تميز بين السي string والسترينج تايب والاري اوف كاركترز اللي هم ثلاث اشياء مختلفه نعطيك هون مثال على اري اوف كاركترز حكينا الاري بس بدي اعمل لها ديكلاريشن بحكي في البدايه نوعها هاي الاري كانت اري اوف بعطي اسمها وبحط بين قوسين حجمها او بتركه فاضي اذا بدي اعطيهم إنيشيال فاليو كم إليمنت عندي في هاي الأري اللي اسمها سيتي عندي إليمنت واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة في عندي six elements شو الإليمنت الأول دي كابيتال شو الإليمنت الأخير أس سمول أوكي الإنديسيز ببلشوا من صفر لخمسة هذا الحكي كله حكيناه على الأريز في المحاضرات السابقة هلا بالنسبة للسي strings بالنسبة للسي string موضوع مختلف عن السترينج تايب ومختلف عن الأري of characters هلا كيف بدي اعرف سي سترينج بعرفها تقريبا بطريقه ممكن تكون شوي مشابهه لطريقه تعريف الاري اوف كاركترز بعطي نوعها نوعها كار بعطي اسمها ممكن تعطيه هون الحجم وممكن تتركه فاضي اذا عملت ال-Initialization. وبعطيه بين دبل كوت الفاليو يعني لاحظوا هي اخذت جزء الجزء الاول اخذته من الاري والجزء الثاني من وين اخذته من السترينج هلا السترينج بس تعطيها value بدك تعطيها value بين double quotes فالسي c string اللي هي مختلفة عن الـ string type ومختلفة عن الـ array of characters بدنا ندرسها اليوم في محاضرة اليوم معطينا في هذا المثال انه انا بس اعرف character city يعني c string اسمها city والانيشال value فيها دلس. شو اللي راح يعمله الـ, الـ, الـ راح يروح عندي على الميموري ويحجز كم لوكيشن كم إليمنت فيها هاي دلس واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة راح يحجز سفن بايتس لأنه كل كاركتر بيتخزن في بايت ليش سفن لأنه بيحط كل حرف في في بايت لوحده بين سنجل كوت لأنه كاركتر وبالنهاية بيحط إشي في نهاية السي سترينج بسميه النل كاركتر أو النل تيرمينيتر حتى يحكي إنه هاي هي نهاية السي سترينج عندي. أنا ما كتبت له يحطه ولا حكيت له يحطه هو تلقائيا حطه اللي هو النل terminator بحطه بنهاية السترينج بس يخزنها في الميموري بس c سترينج أوكي هلا شو صاروا عندي الاليمنت اول اليمنت لو صرنا نحكي عن الاندكس فاريبل الهم اول اليمنت اللي هو سيتي اوف 0 سيتي اوف 1 سيتي اوف 2 سيتي اوف 3 سيتي اوف 4 سيتي اوف 5 سيتي اوف 6 هلا سيتي اوف 6 ما ليش علاقه فيها انا لانها null terminator اوكي يعني ما بستخدمها، اوكي okay. خلينا نأخذ أنا وياكم مثال سريع على الكود بلوكس، بس بالبداية خليني أشوف إذا في مثال آخر. طيب هذا المثال راح أشتغله أنا وياكم على الكود بلوكس. في عندي reading C strings. بدي أقرأ C string من الكيبورد. حاكي لك you can read a string from the keyboard using the Cn object. For example، عرف c أه، سي سترينج هلا لحد هون هي مشابهه للاري لحد هون كانها اري يعني ما عندي القدره اميز هل هو بتعامل مع السي سترينج او اري بس شو اللي راح يعملها أه، سي سترينج لما احط فيها قيم لما اعطيها القيم أه، بهذا الشكل اذا اعطيتها القيم بين دبل كوت واعطيتها هاي القيمه صارت سي سترينج اذا اعطيتها القيم بهذا الشكل حكيت أه، مثلا واحد حكيت A أه، أه، صارت الري اوف كاركتر اوكي عملت سي اوت ستيتمنت حكيت له اطبع لي او دخل لي سوري سيتي وبعدين استخدمت السي ان ستيتمنت وحكيت له يدخل الستي بعدين طبعت الستي اللي دخلها خلينا ناخذ هذا الكود ونروح نشتغله انا وياكم على الكود بلوكس ونحاول نغير فيه حتى نتعلم اشياء جديده عن السي سترينجز طيب خليني أبلش أعمل رن للبرنامج بدي أعمل هذا السي سيتي كم السايز إلها يا شباب أو السيتي السايز إلها السايز إلها كم جاوبوني كم السايز لهاي السيتي طلاب عشرة عشرة بس خليني أشوف أنا وياكم يعني هاي إشي رح تستغربوا انتر سيتي بدي ادخل عمان معلش انا رح ادخلها بهذا الشكل لانه بدي حجمها او خليني ادخل عمان بالاول عمان دخلت عمان وعملت انتر المفروض يطبع لي عمان صح شو طبع لي يو إنتر عمان انت دخلت عمان فاخذ هاي الكلمة اللي أنا دخلتها اللي هي عمان اللي هي كم كاركتر؟ خمسة وخزنها في السترنج أو السي سترنج اللي اسمها سيتي وبس طبعتها طبع لي كلمة عمان، طيب خليني أحاول أغير شوية على ال الاشي اللي بدي أدخله، خليني أدخل اشي السايز له أكبر من عشرة، شو رأيكم؟ حتى نشوف هل إنه راح ياخذهم كلهم ولا راح ياخذ عشرة بس زي ما أنا حكيت له؟ هلا لاحظوا انا دخلت هاي الكلمة اللي هي عمان بس عملت كررت بعض الحروف فيها وعملت انتر، لاحظوا شو عمل؟ شو اللي عملوا يا شباب؟ اللي عملوا انه الستي حجمها 10 يعني عدد الاليمنتس اللي فيها المفروض انه يكون 10 بس لما اعطيته باستخدام السي ان لاحظوا بس اعطيته باستخدام السي ان كلمة برجع اكرر كلمة واحدة حجمها اكبر من 10 اخذها كاملة اخذها كامله كم كاركتر هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 اخذهم ال15 كاملين بس دخلتهم خزنهم في سيتي وبس حكيت له سي اوت سيتي طبع لي اياهم كاملين هاي الملاحظه حطوها في بالكم هذا الحكي مش موجود في السلايدز طيب بدي اعمل رن مره ثانيه وبدي احكي عمان هاي خمسه حروف بدي احط سبيس ام إز. سوري أول مرة دخلت له عدد من الحروف أقل من القيمة اللي أعطيته إياها اللي هي عشرة أخذهم كلهم المرة الثانية دخلت له كلمة واحدة بس عدد الحروف فيها أكبر من عشرة برضو أخذهم كلهم المرة الثالثة بدي أدخل له آه يعني سنتنس في سبيسز عندي احنا حكينا سي إن كيف تتعامل مع السبيسز أول كلمة حجمها خمسة بعدين سبيس هي صار ستة هي سبعة هي ثمانية هي تسعة هي عشرة لعند الذا خليني أشوف شو رح يعمل هاي الإشي اللي دخلته أنا المرة الثانية بس عمالي بكبر لكم الشاشة هي الإدخال الثالث اللي أنا دخلته وبدي أعطيه إنتر حتى أشوف شو رح يطبع لي شو طبع لي؟ طبع لي يو إنتر عمان يعني أخذ بس أول كلمة وحكينا هذا الحكي قبل إنه السي إن بس السبيس الـ شو راح تعمل؟ راح تتوقف ما راح تقرا طب خليني اشوف هل اذا حطيت سي ان بعديها راح تقرا الجزء المتبقي يعني خليني هون اعرف شباب يا ريت تنتبهوا لهي الملاحظات واذا كنت بحكيها شوي سريع يا ريت تحكوا لي آه يعني اخفف السرعه حتى تصلكم الفكره بس اغلبيتها احنا حاكينها من اول عرفت كار سيتي 1 بدي اعرف كار سيتي 2 وبدي اشوف لما ادخل ستيتمنت كبيره يعني فيها اكثر من كلمه هل السيتي 1 راح تاخذ اول جزء والسيتي 2 راح تاخذ ثاني جزء والسيتي 2 او سوري السيتي راح تاخذ اول جزء السيتي 1 المفروض هيك رقمتهم عشان تكون الامور اوضح سيتي 1 سيتي 2 سيتي 3 شو اللي راح اعمله الان بدي احكي له سي ان سيتي 1 سيتي 2 وسيتي سيتي 3 اوكي بصير الواحد يكتب اشياء غريبه عجيبه اللي عملته عرفت اه. تو سي سترينج ثانيين سميتهم سيتي 2 سيتي 3 وغيرت اسم الاولى لسيتي 1 بعدين حكيت له سي ان سيتي 1 سيتي 2 وسيتي 3 اوكي مفروض انه يدخلهم بعدين بدي احكي له سي اوت يو انتر سيتي 1 انزل سطر اطبع لي سيتي 2 اوكي انزل سطر اطبع لي حتى اشوف اطبع لي سيتي 3 اوكي هون بدي احط سيتي 1 مجددا شو اللي عملته عرفت ثلاث متغيرات من نوع سي سترينج car سيتي 1 حجمها 10 car سيتي 2 حجمها 10 car سيتي 3 بعدين حكيت له سي ان سيتي 1 سيتي 2 سيتي 3 بعدين حكيت له سي اوت اطبعهم حتى اشوف شو بصير اذا بدخل ستيتمنت كامله هل كل سي ان رح تاخذ كلمه وتخزنها في في وحده من هذول السي سترينجز لانه حكينا السي ان بتتوقف عند السبيس عمان از يعني بناء على توقعاتي راح يأخذ عمان يحطها في city 1 أوكي وراح يأخذ s آه يحطها في city 2 وراح يأخذ ذا ويحطها آه في city 3 بناء على فهمي آه لل cn مع c آه string لاحظوا شو عمل زي ما حكيت لكم أنا هون عملت 3 uh, عملت سي ان ومع السي ان استخدمت 3 سترينج زي ما انتم شايفين سي ان سيتي 1 سيتي 2 سيتي 3 وبس عملت السي ان شو اعطيته؟ اعطيته ستيتمنت كامله يعني عمان الكلمه الاولى حطيت سبيس از سبيس ذا شو اللي عمله؟ قرا عمان وصل space حكى السي ان ما بتقرا السبيس بتقرا لعند قبل السبيس فحط عمان في السيتي الاولى اللي طبعها كتب يو انتر سيتي 1 هيها عمان بعدين عمل سكيب للسبيس وقرا از وحطها في سيتي 2 اوكي لانه وصل للسبيس ما راح ما راح يقرا مع السي ان يعمل سكيب للسبيس ويتوقف هون بعدين في سي ان سيتي 3 راح يقرا ذا ويحطها في سيتي 3 وصلت الفكره هاي جربنا عدة خيارات وصلت بالنسبة لكم الفكرة بحاول أجرب معكم كل الاحتمالات اللي ممكن تفيدكم في حل الأسئلة أوكي طيب الاحتمال الأخير أو الحالة الأخيرة اللي بدي أجربها معكم أوكي طيب أتوقع الأمور هون كويسة طيب بس خليني اتاكد من هذا الاشي في عندكم اسئله على الجزء اللي شرحته ولا واضح هلا هذا printing كاركتر اري printing كاركتر اري هلا هاي مش كاركتر اري هاي سي سترينج لانه لو كاركتر اري عرفنا كيف بدنا نعمل نعطيها القيم بدنا نحط هيك قوس نحط دي بعدين نحط فاصله نحط اللي بعديها اللي هي الـ A small باصلة هيك حتى تصير array of character بس فعلياً هي مش array of character هي C string نكمل هون أنا وياكم بحكي لك إنه for a character array it can be printed using one print statement for example هاي هلأ هون بحكي لك عنها character array طيب خليني أوضح شو هو اللي بقصده اللي بقصده إنه في هاي الأري هو حاكي عنها Array أحكي لك في هاي الArray ممكن أطبع كل الElements في جملة cout واحدة يعني هون استخدمت cout زي ما عملت مع city1 وسيتي 2 وسيتي 3 عملت cout وطبعت لي إياهم كاملين طب هل لو إنه عندي integer مثلا integer list فيها مثلا 6 elements تساوي 1 2 3 أربعة خمسة ستة هل ممكن أطبعها أحكي سي أوت ليست طبعا هذا الكلام خطأ حكينا عنه في المحاضرات السابقة هذا الكلام خطأ بدك تعمل فور لوب من صفر لستة ستة أقل من ستة وفي كل iteration بدك تعمل سي أوت للست أوف آي حكينا عنه في المحاضرات السابقة بس يحكي لك لما تكون هي عبارة عن string هاي كأنه الأري أنت مخزن فيها سترينج فبصير تطبعها في جملة سي أوت واحدة هاي الحالة بتنطبق بس على الكاركتر array ما بتنطبق على أي نوع آخر طيب هلا بحكي لك إنه المثال اللي جربته أنا وياكم لما دخلت عمان إز ذا وكنت معرفة سيتي متغير واحد اللي هو سي فلما قرأها قرأ بس عمان ما قرأ الجملة كاملة حكينا هذا الحكي LIMITATION في السي هلا بحكيلك اذا بدك اياه يقرا عمان إذا the كابيتال كامله ويخزنها جوا السيتي 1 اوكي بدك تستخدم الجيت لاين فانكشن وهو موجود في الاي او ستريم هيدر فايل يعني ما بتحتاج انك تعمل انكلود uh, لفايل اخر هلا الجيت لاين فانكشن كيف بيشتغل بتحكي سي دوت جيت لاين كاركتر اري اري بعطيه السايز إلها السايز للأري عشرة خمسة مية وتفر وبعطيه الكاركتر دي ليمتر كار اللي أخذناه في شابتر فور الدي ليمتر كار هو الكاركتر اللي بدي إياه يتوقف عنده يعني كيف السي إن بتتوقف إذا شافت السبيس وبتبطل قراءة الدي ليمتر كار هو الكاركتر اللي بدك الجيت لاين تتوقف عنده هلا الجيت لاين بطبيعة الحال بتقرأ السطر كامل اللي أنت دخلته لكن إذا بدك إياها تتوقف مثلا الديفولت إلى هون يعني إذا ما كتبت إشي رح يكون الديفولت نو لاين يعني مجرد ما بلش السطر اللي بعده رح تتوقف جيت لاين اسمها بتقرأ سطر واحد هلا حكي أنا شرحته في محاضرات سابقة إذا بدك إياها تتوقف عند التاب ممكن تحكي لها زي هيك إنه دي ليميت كاركتر هو التاب إذا بدك إياها تتوقف عند السبيس ممكن هذا الحكي تحكي لها إياه يعني تحكي لها زي هيك الديليمت limit كاركتر هو السبيس بين قوسين فاضي وصلت الفكرة شو هو الديليمت كاركتر بحكي لك إنه الفانكشن اللي هو ال CN GetLine stops reading characters when the delimiter character is encountered or انتبهوا لهاي النقطة بيوقف هذا الفانكشن اللي اسمه بتوقف عن القراءة اللي اسمه cn get line في حالتين، الحالة الأولى إذا وصل لعند الدي limit character اللي هو باي ديفولت يعني إذا ما حطيته راح يعتبر إنه النيو لاين هو الدي limit character، راح يقرأ أول سطر بس أو إذا كان السايز size minus 1 number of characters are read. انتبهوا لهي النقطة، هاي نقطة كثير مهمة. شو حكى لك؟ ما حكى لك بس يقرا السايز نمبر اوف كاركترز اللي هم 10 على سبيل المثال حكى لك سايز ماينس 1 يعني اذا كنت انت معطي كار مسميها سيتي معطيها 10 واذا استخدمت الجيت لاين بدل السي ان شو راح يقرا راح يقرا أه اما لنهايه السطر اذا ما كنت مستخدم مستخدم limit كاركتر او لعند كم لا يقرا تسعه تسعه كاركتر خلينا نشوف هذا الكلام على الكود بلوكس بس بدك تنتبه متى يتوقف الفانكشن عن القراءه بحكي لك ذا لاست كاركتر ان ذا طب ليش قرا تسعه ما قرا عشرة لانه بده يحجز اخر موقع في هاي الاري للتير... للنال للنل تيرمينيتر ليش الفانكشن اللي اسمه سي ان قرا تسعه كاركتر لانه بده يحجز اخر موقع لل لل, لل... للنل تيرمينيتر اللي حكينا لازم يكون موجود في نهاية الـ C string هي وصلت الفكرة ليش قرأت 9 أو size ماينس هلأ حاكي لك إذا كان الـ delimiter إذا وصلنا الـ delimiter بتوقف عن القراءة بس شو يحكي لك but not stored in the array يعني ما بخزن الـ delimiter في الـ array يعني إذا كان الديليمتر سبيس ما بعتبر السبيس هو آخر إليمنت في هاي الاريه أوكي يعني بتوقف عند الديليمتر بس ما بقرأ وما بحطه كجزء من الاريه بحكي لك إنه the third argument اللي هو الديليمت كار has a default value of no line يعني إذا ما حطيته راح يعتبر إنه المفروض يتوقف عند القراءة بس يقرأ أول سطر كامل طيب خلينا نأخذ مثال عملي ونشتغل على C strings باستخدام functions موجودين ومعرفين في C++ ممكن أستخدمهم هلا اتفرجوا معي على هذا الفانكشن اسمه string length. string length بأخذ C string يعني كار array أو array of characters وبيرجع لي unsigned integer بيرجع لي unsigned integer شو بيسوي هذا الفانكشن اسمه string length بيعمل فور لوب من صفر لحد ما يوصل لعند ال النال حكينا النال تيرمينيتر هو اخر اليمنت عندي في هاي الـ string يعني مجرد ما وصل عند النال بده يطلع لانه الشرط شو حاكي لك ما دام الاس اوف اي يعني الاليمنت الحالي لا يساوي نوت ايكوال null terminator ضلك شغال في الفور لوب شو بدك تعمل بس بده يعمل i++ وبده يعمل ريتيرن لاي فهذا الفانكشن function شو راح يعمل لي؟ مين عنده فكرة شو راح يعمل؟ راح يمر على كل الـ elements اللي في الـ array واحد واحد وكل ما يوصل element بده يزيد واحد، كل ما يوصل element بده يزيد واحد لحد ما يشوف الـ null terminator راح يتوقف ما راح يزيد واحد، فشو بيعمل هذا الفانكشن function فعلياً اللي اسمه string length؟ شو بيطلع لي أو شو بيرجع لي؟ بيعمل return لاي شو هاي آي شو بتمثل؟ بتمثل لي طول السي سترينج اللينث تبع السي سترينج اوكي طيب سامعيني بس اتاكد انكم سامعيني قبل ما اكمل سامعيني بقى... طيب يعطيكم العافيه هلا هون بحكي لك انه هذول الفانكشنز بيكونوا جدا مفيدين وانا بتوقع تستفيدوا منهم كثير في الهومورك في الاساينمنت وفي الكويز اللي هم C string functions بدك تكون فاهمهم أوكي أول function اللي هو حكيت عنه الآن اللي اسمه string length بيرجع لي size t size t يعني القيمة اللي بيرجعها هي size هي حجم بتحكي حجم بتحكي أو بتحكي عن حجم الأري أو حجم الـ C string size underscore t معناته إنه هذا حجم بيرجع حجم حجم الاليمنت حجم الاري وات ايفر شو باخذ هذا الفانكشن باخذ سي سترينج او Array اوف كاركتر بيرجع لي حجمها عدد الاليمنتس الفعليين المخزلين في داخلها باستثناء النل تيرمينيتور طيب في عندي اس تي او string كوبي باخذ سي سترينج اسمها s 1 وباخذ Constant سي سترينج او Array اوف كاركتر اسمها s 2 شو بيعمل هذا الفنكشن؟ هلا انتبهوا معي بما انه ال 2 C -string اللي اسمها S2 حاط آه, قدامها constant معناته ما بصير أغير عليها داخل ال اللي اسمه string كوبي ومن اسمه string كوبي بده ينسخ محتويات واحدة من الأرية جوا الثانية يعني واحدة رح تضل زي ما هي واحدة رح تصير copy عن الأرية الأخرى فبما إنه S2 قدامها constant معناته أكيد ما رح يغير عليها فبالتالي أنا بستنتج إنه رح ينسخ محتويات السترينج S2 جوا السترينج اللي اسمها S1 اوكي طيب راح ينسخها كامله راح ينسخ كامل السترينج اللي اسمها S2 ويحطها جوا S1 طيب لو اذا في عندك اي استفسارات ممكن تجرب الاشياء على الكود بلوكس ممكن تجرب انه S1 مثلا حجمها اصغر من S2 كيف راح ينسخ S2 كامله جوا S1 يا يعني تجربوا هاي الامور على الكود بلوكس وحدكم سهله بدك تعرف 2 Uh, array of characters أو C strings وبدك تستخدم الفانكشن اللي اسمه string comic طيب إذا بدي أنا مثلا على سبيل المثال برضو برجع بعيد إنه هاي الفانكشن جدا مفيدة لكم إذا بدي أنسخ مثلا أول خلينا نحكي أول آ, خمس آ, five elements من الأري اللي اسمها S2 جوا الأري اللي اسمها S1 بحدد له عددهم يعني بحكي له بستخدم الفانكشن الثالث اللي اسمه string and copy str and copy بعطيه الكاركتر اللي بدي انسخ جواها او الأرية اللي بدي انسخ جواها بعطيه الأرية الثانيه اللي بدي انسخ منها بعطيه size underscore tn يعني عدد الاليمنتس اللي بدي انسخهم طيب str cat يعني string cat شو بده يعمل بده يعمل concatenation بده يربط ال string اللي اسمها s1 مع ال string اللي اسمها s2 اوكي okay. يعني فعليا راح تصير S1 تساوي S1 بلس S2 يعني تربطهم ببعض concatenation حكينا عنه في chapter 4 و S2 طبعا ما راح تتغير لأنها constant طب STR أو string and cat بهاي الحالة بده يعمل append للفيرست ان كاركترز اللي موجودين في s 2 يحطهم مع s 1 يعني s 1 راح تصير عباره عن s 1 زائد أول 5 أو N elements اللي موجودين في S2 أول N لاحظوا بعطيه عدد ال elements اللي بدي أربطهم integer string com character S1 constant character S2 بيعمل comparison من اسمه string comparison بقارن قيمة S1 مع S2 هلا هذا الفانكشن بيرجع لك integer بناء على قيم S1 و S2 هلا إذا كانت S1 أكبر من S2 أوكي هي زي ما هو حاكي لك بالدسكربشن راح يرجع لي قيمة أكبر من الصفر إذا كانوا متساويات راح يرجع لك صفر إذا كانت S1 اللي هي ترتيبها الأول أقل من S2 راح يرجع لك قيمة بالسالب أقل من صفر Integer String and Comparison بدي أقارن بدي أعمل String Comparison بس بدي أقارن لعند ان نمبر اوف كاركترز يعني مثلا اس 1 فيها 10 اللي كاركترز واس 2 فيها 10 كاركترز انا بدي احكي له انتجر مثلا او بدي احكي له سترينج ان كومباريزن اس 1 اس 2 5 يعني قارن لي اول 5 اليمنتس من ال 2 سترينجز ما لك علاقه بالخمسه اللي بعديهم اوكي في عندنا برضه فانكشن اسمه اسكي تو انتجر بحول لك تعطيه اسكي بيحول لك الانتجر فاليو الها راح ناخذ مثال عليه وفي عندنا فانكشن كمان اسمه اسكي تو فلوت تعطيه قيمه بالاسكي وبحول لك اياها لفلوت يعني مثلا اذا كانت السترينج هيك شكلها 45 هاي سترينج لانها محطوطه بين دبل كوت هلا اذا بس بستخدمها مع الفانكشن اسمه اسكي تو انتجر راح يحولها لانتجر وقيمته 54 اوكي نفس الكلام مع الاسكي تو فلوت في عندك ASCII to long وفي عندك بالأخير integer to ASCII إذا كانت عندك قيمة integer بدك تحولها ل يعني مثلا الـ 97 هي integer بدك تحولها ل ASCII رح تعطيك A ايه؟ أو في طريقة أخرى رح نشوفها الآن طيب خلينا نجرب الأمثلة أفضل على الكود بلوكس حتى نفهم هاي الفانكشنز كيف تشتغل خلينا نجرب أنا وياكم أول مثال اللي هو copy string يعني بدي أجيب أعرف تو سترينجز سي سترينجز وأنسخ محتويات واحدة منهم في داخل الثاني خليني أعمل كنترول A شباب بس بدي إذا انقطع الصوت أو بطلتوا تسمعوني أعطوني فيدباك ما تخلوني أضل أشرح على الفاضي أوكي خليني أفتحهم كلهم بالمرة شباب في اشي مش واضح بالشرح في شيء حابين اعيده في نقطة مش فاهمينها هاي آه يا شباب طيب خلينا نشوف اول مثال اللي هو بنسخ strings آه جوا آه بنسخ سترينج للثانية بس قبل ما احكي عن هذا الاشي انا مفروض احكي انا وياكم خليها للاخر مش مشكلة خلينا نحكي هون عن النسخ شوفوا عرف سي سترينج اسمها اس1 فيها 20 element بعدين عرف سي سترينج اسمها اس2 او array of character فيها 20 element حط فيها دلس كما سبيس تكساس يعني كم عددهم 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 وعرف سترينج اس3 حط فيها مجموعه من الايز كابيتال حجمها 20 برضه هلا شو عمل في سطر 12 حكى string copy s1 s2 يعني انسخ لي s2 وحط قيمتها في s1 طب شو هي s2 s2 دلس كما سبيس تكساس يعني المفروض الان تصير قيمه بعد هذا السطر تصير قيمه s1 دلس تكساس نفس قيمه s2 السطر اللي بعديه هون شو حكى حكى string ان copy s3 S2 6 يعني انسخ لي أول 6 elements من S2 اللي هم دلس 5 الكما اللي عند الكما نحطهم وين؟ نحطهم في S3 في S3 أوكي؟ هلا شو بنتوقع؟ لأنه S3 أصلا فيها داتا أوريدي يعني مكتوب فيها فيها كاركتر أوريدي فلما انسخ لها أول 6 elements من S2 شو رح يصير؟ رح يكتب يشطب الـ وراح يكتب مكانها دي كابيتال، يشطب الـ كابيتال يكتب مكانها A سمول، يشطب الـ A كابيتال يكتب مكانها L هون L هون A هون S وبينزل كما وشو رأيكم؟ سوري الكما مش من ضمنهم لأنه دلس ست حروف دلس كلمة دلس ست حروف فبالتالي راح ينسخ دلس على الجزء الأول من الاريه اللي اسمها S3. طب بالنسبه للاربعه ايز المتبقيه شو راح يسوي فيها؟ هل راح يحذفها ولا راح يتركها مكانها؟ شو رايكم؟ راح يتركها مكانها راح يتركها مكانها ممتاز خلينا نشوف بالسي اوت ستيتمنت والاخر إشي عمله عمل حكى s 3 6 يعني الاليمنت اللي ترتيبه 6 في s 3 حط لي آه, آه, حط لي في مكانه النل terminator يعني راح يجي على s 3 ويعد من يبلش من صفر صفر واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة هون راح يحط النل تيرمينيتر وراح يطبعها بس خليني في البداية أعمل هون بدي احطه هون بدي أغير مكان السي أه آوت حتى أه فعلا نشوف تأثير كل جملة فعليا هلا هاي بده يطبع S2 s وين غيرناها؟ ما غيرناها؟ S3 وين قيمتها؟ Ctrl X هون تغيرت قيمة S3 مرتين S3 تغيرت هون Ctrl V وبعدين رجعت تغيرت هون أنا ليش حطيت C جملة C مرتين لأنه بدي أطبع S3 بس S3 مرة غيرتها باستخدام string and copy وجبت لها اول 6 element من اس حطيتهم فيها والمره الثانيه غيرتها باني حطيت الاليمنت اللي الاندكس له 6 حطيت قيمته النل كاركتر فبدي اشوف تاثير كل واحد من هذول الستيتمنت على آه هاي الجملة خلينا نطبع ونشوف شو راح يطلع معنا او نعمل رن ونشوف شو راح تكون النتيجه معي شو اللي صار انتبهوا معي شو اللي صار أول إشي أول سي أوت ستيتمنت طبعت لي خليني أعمل سكيب لأنه بدي أحرك هاي شوي سوري بس بدي عشان تشوفوا الشاشتين في نفس الوقت هون أول سي أوت ستيتمنت طبعت لي قيمة S1 بعد إيش؟ بعد ما عملت كوبي من S2 ل S1 S1 أصلاً فاضية ما فيها إشي فرح يجيب كل إشي موجود في S1 في S2 ويحطوا في S1 لاحظوا شو حكالي The string in S1 is Dallas uh, Texas زي ما هو موجود في S2 نسخها زي ما هي طيب بعدين لما عمل uh, copy لأن أو 6 element من S2 حطهم في S3 حكينا رح يجيب كلمة Dallas كاملة ورح ينسخها ورح يترك 4 A's زي ما هم لاحظوا شو عمل حكي لك The string in S3 is Dallas وترك ال 3 A's زي ما هم ما غير عليهم لأنه مطلوب في النسخ أنسخ أول 6 elements. أوكي؟ طيب الجملة اللي بعديها أنا وين كتبتها؟ كتبتها بعد ما عملت S3 of 6 بلشت العد هي S3 وين ال 6؟ 0 1 2 3 4 5 6 اللي هي الـ A هاي هاي الـ A فيهم مش عارف كيف أحددها يعني هاي الـ A هاي الـ A شيلها وحط مكانها هاي الـ A شيلها هاي الأيه بدك تشيلها وتحط مكانها النال تيرمينيتر وبعديها بعد ما عملت هذا التغيير طبعت قيمة الاس الـs3. فلاحظوا شو حكالي حكالي the string in s3 is dallas شو اللي عمله هاي الأيه شايفينها التغيير اللي عملته هاي الأيه كتبت مكانها النال تيرمينيتر هلأ بالنسبة للسي سترينج النال تيرمينيتر يعني نهاية السترينج فبالتالي لما اجي يطبعها شاف هون مكان هاي الـA انا كتبت النول تيرمينيتور فبالتالي افترض انه هون صارت نهاية السترينج، فالمرة الثانية بس طبعها طبع لي بس كلمة دلس، يعني توقف ما طبع النول تيرمينيتور وما بعد، يعني حتى لو كان في عندك أشياء بعد النول تيرمينيتور ما راح يطبعها، لأنه من اسمه نال تيرمينيتور بحدد نهاية هاي السترينج، وضحت الفكرة؟ وآس تو طبعاً لأنها ما تغير- ما غيرنا عليها إشي ظلت قيمتها نفس الإشي وحكي لك انه اللينث بالاخير اللينث تبع s 3 استخدم الفانكشن شو اللي اسمه فانكشن اللي اسمه اس تي ار لين لاس 3 طلع لي لينث تبعها في النهايه اللي كان فيها بس كلمه دلس وضحت الامور عندكم ليش حكى لي 6 لانه كان فيها دلس 1 2 هم 6 حروف واضحه الامور الان عندكم يا ريت يا شباب حتى ما تواجهكم مشاكل في الاساينمنت تتعلموا كيف تستخدموا هذول الفانكشنز جربوا على نفس هذا البرنامج خذوه كوبي بيست وجربوا عليه اوكي طيب خلينا نروح على المثال اللي بعده اللي بيحكي لنا عن كيف بدي اعمل كومباين لسترينجز هذا المثال شايفينه بده يعمل كومباين لسترينج باستخدام الكات فانكشن اللي هو بيحكي عن الكونكاتينيشن كنترول اي كنترول بي شوفوا شو عمل نفس الاشي S1 عدد الاليمنتس فيها 20 طبعا 20 بدكم تنتبهوا انه الرقم 20 رح يكون للنال تيرميناتر اوكي للنال Terminator طيب دلس S2 قيمتها تكساس يو اس اي و 3 قيمتها كمان نفس الشيء دلس بعدين شو حكالي في سطر 12 حكالي STR كات وفي داخلها STR كات، يعني راح يبلش راح نرجع للأولويات، راح يبلش بالداخلية، راح يعمل STR كات ل S1 مع ايش؟ مع كما بعدها سبيس، راح يجي على S1 يعمل لها كونكاتينيشن ربط دمج مع كما بعديها سبيس وشو كمان؟ بس خلص هاي ال S1 حط لها كما في نهايتها وسبيس بده يعمل كونكاتينيشن لهذا الحكي اللي طلع معه مع S2 اللي هو تكساس USA أوكي وراح يطبع لي S1 هذا الحكي كله راح يتخزن في مين؟ في S1 لأنه دائما حكينا التغيير بيصير على الأريه اللي بتكون في الأول الثانية بتكون كونستنت ما راح يغير عليها بعدين السطر 13 عمل كونكاتينيشن نفس الإشي عمل S3 عمل لها كونكاتينيشن مع نفس الكلام كما بعدين سبيس بعدين نعمل لها كونكاتينيشن مع اس2 بس اول 5 اليمنتس من اس2 يعني راح اعد على اس2 1 2 3 4 5 يعني بس ربطها مع كلمه تكسس الجزء الاخير ما ربطها فيه خلينا نعمل رن للبرنامج انا وياكم ونشوف ايش هي الريزلت ويا ريت يا شباب اللي عنده اي سؤال يسالني ما ينحرج ما يتردد اوكي اذا في شيء مش واضح لك يا ريت تسالني شوفوا شو عمل اول أول طبع اول سي اوت ستيتمنت حكى لك انه ذا سترينج اس 1 بعد ما عمل لها كونكاتينيشن مع الكاما والسبيس وعمل لها ايضا كونكاتينيشن مع اس 2 صارت بهذا الشكل كامله ربطهم كاملين السترينج اس 2 هذا عن اس 1 السترينج اس 2 شو غير فيها السترينج اس 2 ما غير فيها اي شيء فطلعت زي ما هي هي هون زي ما هي بدون اي تغييرات طيب السترينج string s3 هل غير فيها إشي؟ نعم عمل لها كونكاتينيشن مع كما سبيس وبعدين أول 5 elements من السترينج string s2 فطلعت معي بهذا الشكل اللي هي s3 طلعت معي دالاس كما سبيس تكساس اوكي okay. <applause> بعدين حكى لي إنه اللينث تبعت string s1 uh, 18 واللينث تبعت string s3 13 فعلا لو عديناهم s1 آآآآه 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 وأس 3 اللي هي 1 6 7 8 9 10 11 12 13 فصحيح الكلام هيك إنت بتتعلم كيف تستخدم هدول الفانكشن عندك في الأسايمنت أو في الكويز إذا احتجتهم أوكي طيب نروح على السؤال أو الإجزامبل اللي بعده اللي هو شو بده يعمل؟ بده يعمل كومبير للسترينج خلينا نعمل كنترول إيه كنترول كوبي نروح نطبعه أو نعمل له بيست على الكود بلوكس بنشوف شو راح يعمل. عرف لي زي ما أنتم شايفين 3 strings C strings أول وحدة S1 فيها هاي الكاركترز، الثانية S2، الثالثة S3. بعدين استدعى function اللي هو أصلا موجود جاهز في في اللايبراري، لا تنسوا تعملوا لها انكلود اللايبراري اللي هي CS string. c string او c string بدكم تعملوا لها انكلود اذا بدكم تستخدموا اي واحد من هذول الفانكشنز اللي هم الكومبير الكونكاتينيشن شو كمان حكينا الكوبي بدك تعمل انكلود لهاي اللايبراري انتبهوا فانا بنصحكم كمان بالنسبه لموضوع الكويز تكون مجهز الكود بلوكس عندك عامل انكلود لكل اللايبراريز مجهز البرنامج الكودات الصعبه تكون كاتبها مثلا آه زي ايش في كودات صعبة مثلا يعني اشياء هيك بتكون يعني يا ريت يكون عندك مثلا الكود اللي بيعمل برنت لاري بس تكون عامله كومنت ممكن تحتاجه وهاي الامور بتكون انت مجهز الفايل تبع المين بحيث انه يقلل عليك الافورت خلال مدة الكويز اوكي طيب هلا شو عمل؟ حكى سترينج كومبارزن قارن لي اس1 مع اس2 هلا حكينا اذا اس1 قيمتها اكبر من اس2 رح تطلع لي شو راح تطلع لي قيمة أكبر من الواحد إذا متساويين صفر إذا S1 أقل راح تطلع أقل من S2 راح تطلع قيمة سالبة بناء على إيش بدي يقارن الاسكي كود بدي يمسكهم لتر لتر خلينا نمسك S1 و 2 A small مع A small أنا بقارن عمالي S1 مع S2 A small مع A small متشابهين B مع B small متشابهين C مع C D مع D لاحظوا E مع G مين اللي أكبر مين اللي أكبر الإي e ولا الجي بالنسبة للاسكي كود مين اللي الاسكي كود إله اكبر الاي ولا الجي يا شباب الجي الجي لانها بتجي بعد وكل ما بتزيد حرف بتزيد الاسكي كود بواحد صحيح طيب نروح على اللي بعده بدي اقارن اس2 فالمفروض يطلع عندي بما انه آه الجي اكبر من الاي e راح تطلع عندي الجواب سالب يعني اس2 اكبر من اس1 الجواب مفروض يطلع عندي سالب طيب اللي بعده بدي اقارن اس2 مع اس1 خلينا نشوف اس 2 مع s 1 بس شوفوا الترتيب الان الترتيب تغير بدك تنتبه لهاي النقطه اللي بتحطها اول هي اللي بتحدد لك اذا الجواب موجب او سالب اذا كانت هي اكبر او اصغر يعني هون الان اختلف الوضع مع اني حطيت اس 2 بالاول معناته اذا اس 2 اكبر من اس 1 راح يعطيني الجواب موجب اكبر من الصفر قيمه اكبر من الصفر اذا حطيت اس 2 اقل من اس 1 راح يعطيني الجواب سالب فانتبهوا للترتيب مهم ما تحكوا انه رح يطلع نفس الاشي لا ما رح يطلع نفس الاشي هلا عرفنا انه S2 هي اكبر من S1 بالتالي الجواب رح يطلع عندي هون موجب يعني الحالة الاولى سالب الحالة الثانية موجب الجملة اللي بعديها بدي اقارن S2 مع أس 3 فبتطلع عنده متساويات يعني المفروض يطلع يعطيني صفر هم متساويين S2 مع أس 3 تفرجوا عليهم الحالة الأخيرة بده يقارن S1 مع S2 بس أول 3 كاركترز لو طلي تفرجنا أنا وياكم على S1 و S2 رح نشوف أنه أول 3 كاركترز هما متشابهين فبالتالي رح يعطيني صفر خلينا نشوف الرن هل هذا الكلام صحيح؟ دكتورة بس ليش الحالة الأولى سالب؟ الأولى سالب لأنه يا حازم بده يقارن الأولى شو بتحكي لك؟ قارن لي string compare S1 مع S2 إذا كانت S1 إحنا حكينا لما شرحنا الفانكشن هيك بيشتغل إذا كانت الأولى أكبر من الثانية بعطيك موجب إذا كانت الأولى تساوي الثانية بعطيك صفر إذا كانت الأولى أقل من الثانية بعطيك قيمة سالبة طب كيف قارن بينهم بناء على إيش بناء على الأسكي كود هاي S1 وهي S2 خليني أمشي أنا وياك حرف حرف إحنا بدنا نقارن حرف حرف A مع أي متشابهات بس بدك تنتبه إذا كانت إيه كابيتال مع A small ما بيكونوا متساويات لانه بنقارن اسكي كود بي بي سي سي دي دي انت شايف وين بقارن انا بقارن بين اس 1 واس 2 اي جي هي الاختلاف هون اختلفن اذا شايف الكيرسر تبع الماوس اي والجي عندك اختلفن بين اس 1 واس 2 مين اللي اكبر الاسكي كود تبع الاي ولا الاسكي الكود تبع الجي لا تبع تبع الجي لانه انت هي شو الحروف A B C D E F G يعني لاحظ هون اي اف جي الجي جايه بعد الاي e. وانت كل ما تمشي خطوه زي هيك بزيد الاسكي كود بمقدار واحد فبالتالي الاسكي كود تبع الجي اكبر من الاسكي كود تبع الاي e. فهون لما قارناهن عند الاليمنت اللي الاندكس له 0 1 2 3 4 5 هون اعطاني انه الجي اكبر من الاي e. بمعنى انه اس2 اكبر من اس1 في هاي الحالة لما تكون هاي S2 أكبر من اس 1 يعني S1 أصغر من S2 بعطيني قيمة سالبة لاحظ شو أعطاني ناقص واحد ليش أعطاني ناقص واحد لأنه الفرق بين الدفرنس ال... بين الاسكي كود huh. آه. أعطاني سالب لأنه سوري القيمة سالبة لأنه <ell�> S1 <stupid> أقل <Alright. Mario> <t> <Orange> <t -antically> اللي بعديه حكينا أعطاني موجبة قيمة موجبة لأنه S2 أكبر من S1 اللي بعديه أعطاني صفر لأنه متشابهات أو متساويات الأخير برضو أعطاني صفر لأنهم متشابهة بدك ترجع لموضوع الاسكي كود وتتذكر شو الاسكي كود لكل كاركتر وكيف بيكون أكبر إذا إذا زدنا أو مشينا كيف بتغير الاسكي كود هلا خليني أعمل كوبي لآخر المثال اللي هو السترينج conversion. كنترول A, كوبي هون زي ما أنت شايف بده يغير القيم يعني بده يغير عنده آه السترينج اللي هي أربعة وفي عندك سترينج خمسة ليش حكيت سترينج لأنهم موجودين بين دبل كوتس فاستخدم الفانكشن الموجود في C string library اللي هو اسمه آسكي to integer راح يحول هاي الأربعة اللي هي عبارة عن أسكي أو سترينج راح يحولها لإنتجر وراح يجمعها مع تحويل الخمسة على اللي هي string من ASCII to integer هاي راح تصير أربعة هاي راح تصير خمسة إنتجر مجموعهم رح يصير تسعة فبالتالي الجمع رح يطبع لي تسعة السي اوت اللي بعديها بدي احول اسكي تو فلوت لاحظوا أربعة ونص لأنها بين دبل كوت فهي سترينج لازم أحولها من سترينج لفلوت بستخدم الفانكشن اللي موجود في اللايبراري اللي اسمها سي سترينج اللي اسمه اسكي تو فلوت نفس الكلام لهذا الترم الثاني وبجمعهم كفلوت نمبرز بعدين عرفت كاركتر اس السايز إلها عشرة بعدين بحكي انتجر تو اسكي اللي هي الاثنين واربعين وحطها في S، وحط ايش ثمانية هلا شو الثمانية هاي انا مش عارفيتها بدي ارجع على Function. فاذا بتنتبه اسكي تو Integer بيكون ال الردكس اللي هو obtain the integer value to a string based on specified radix اللي هو numbering system اللي بدك تستخدمه يعني لاحظ هون أعطاك ثمانية يعني بدي النظام الثماني يعني تحول ل 42 اللي هي انتجر لأنه هذا بحكي لك انتجر تو اسكي بتحول ل 42 اللي هي انتجر للنظام الأكتل سيستم نظام الثماني بتحط النتيجة از سترينج في اللي اسمها اس وتطبع السترينج اللي اسمها اس اللي بعديها بدك تحول الانتجر اللي قيمته 42 بدك تحوله لاسكي وتخزنه في السترينج اللي اسمها اس بس بدك تحولها بالاول للنظام العشري النظام العشري رح تضلها زي ما هي 42 اوكي الاخيره الانتجر تو اسكي بدك تحول الانتجر 42 وأربعين لنظام النظام النظام السادس عشر وبعدين بتخزن النتيجة على شكل سترينج يعني تحطها بين دبل كوت وتطبعها خليني أعمل رن للبرنامج أشوف شو رح يعطينا شوفوا شو أعطانا أنا وياكم خلينا نتفرج على البرنامج أول سي أوت ستيتمنت اللي هي حول الأربعة والخمسة حولهم لإنتجر وجمعهم أعطاني تسعة اللي بعديها أربعة ونص زائد خمسة ونص عشرة كانوا سترينجز حولهم أول إشي لفلوت وبعدين جمعهم السطر ثلاثة 13 اللي هو حول الـ 42 اللي هو انتجر حوله للنظام الأكتل بعدين خزن في سترينج هلا ال42 بس تحولها للاوكتل بتعطيك 52 52 تحويلها لسترينج رح تضلها نفسها بس رح تكون موجوده عندك بين دبل كوت رح تفقد قيمتها العدديه نفس الكلام هون الـ 42 حولها للنظام العشري هي اوريدي مكتوبه بالعشري فحطها في سترينج زي ما هي لاحظوا بس رح تكون مخزنه في الميموري على انها سترينج مش انتجر بس لما يطبعها رح تكون نفس الرقم نفس الإشي ال 42 آخر سطر راح يحولها للنظام السادس عشر وبعدين يخزنها في السترينج لاحظوا شو كان تحويلها للنظام الهيكس 2A وضحت الفكرة؟ هذا الحكي بدك تفهمه أكثر بدك ترجع للتابل اللي موجود عندك في السلايد تقرأهم كلهم وتتأكد مش إنك حفظتهم إنك فهمتهم ما فهمتهم بدك ترجع تسألني عن أي نقطة أنت مش فاهمها هلا هذا الشرح للكوبي للسترينج اللي عملناه شرح كامل إلها النقطة اللي بدي أنبه عليها إنه هون بس حطينا خزننا النال كاركتر في الإندكس رقم ستة عمل إجنور لكل شيء بعده فلما طبع طبع إيش آخر مرة طبع دلس يعني ما طبع دلس وثري إيز لا سوري هون الأوتبوت مش مبين خليني احاول اشوف هلا الكوبي سترينج شرحناه على الكود بلوكس ما في داعي ارجع اعيده يا ريت بس هو حاطلك خط احمر تحت الاشياء المهمه انك تعمل انكلود لهاي اللايبراري مثلا آه اللي هي c string آه كيف تكتب الفانكشن الاول بيعمل كوبي آه s 2 كامل ل s 1 الثاني باخذ اول 6 كاركتر في اس2 بنسخه ل s 3 واذا كان اس3 فيها شيء غيرهم راح يخليهم زي ما شفتوا كيف طبع دلس و 3 ايز هون حاسس انه في شيء مش مزبوط لا هون مزبوط بس عارفين ليش ما طبع دلس و 3 ايز بالنسبه لاس 3؟ هلا مجددا اس 3 في هذا السطر هون ما بعرف اذا مبين عندكم اللاين اس 3 هون شو عمل فيها؟ جاب اول 6 element من اس 2 اللي هم كلمه دلس وشو عمل؟ خزنهم هون يعني راح يكتب على اول 6 ايز اسفه على اول 6 ايز كلمه دلس وحكيت لكم راح يظل عندي 4a، يعني فعليا هون إذا بتحط سي أوت ستيتمنت هون راح يطبع لك دلس دلس وبعديها كم؟ بعديها 4aز بس لأني بعد هذا السطر مباشرة شو عملت؟ حكيت له إنه الـ اللي الـ index له 6، 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6 اللي هو هذا الـ حط لي فيه النل أو الترمينيت كاركتر، أو النل كاركتر، أو النل ترمينيتر فشو راح يسوي؟ رح يبطل يشوف كل إشي بعديها يعني هيك رح يخزن نال كاركتر فلما اجي طبع لما اجي طبعها هون في هذا السطر شو طبع؟ طبع كلمة دلس ما طبع دلس بعديها فور ايز انتبهوا لهاي النقطة الكومباين شرحناه على الكود بلوكس يا ريت يا شباب انكم تاخذوا الكود تعملوا له بيست على الكود بلوكس مره ثانيه وتحاولوا تفهموا اذا في شيء عندكم في مشكله تسالوني عنه اوكي الكونفيرشن برضه شرحناه بدك حتى تتاكد انك فاهمهم بدك ترجع على التيبل تقراهم واحد واحد مع Description تبعهم تتاكد انك فهمتهم هلا اخر نقطه رح احكي عنها هي الكونفرتينج نمبرز تو سترينج اوكي هلا كان في عنا فانكشن اخذناه مع السترينج تايب اذا بتتذكروا اسمه تو سترينج السترينج تايب اللي اخذناها في تشابتر 4 اللي هي مختلفه عن السي سترينج اللي شرحتها هون في تشابتر 7 لما كنا نتعامل مع السترينج في تشابتر 4 كنا نعمل انكلود لللايبراري اللي اسمها سترينج اذا بتتذكروا وكان في هذيك اللايبراري فانكشن اسمه تو سترينج بحيث انه تعطيه انت نمبر وبيحول لك اياه لسترينج يعني عندك هون مثلا انتجر اكس قيمتها 15 انت او واي قيمتها 1 و32% وفي عندك لونج زي هاي قيمتها بعدين عرفت سترينج لاحظوا السترينج ما بعرفها زي هيك يعني ما بحكي كار اس وبعطيها بين قوسين انتبهوا يا شباب تغلطوا هاي الغلطة وتخربشوا بينهم حكينا string أس قيمتها three numbers plus plus يعني concatenation بلغة السترينج string two string two string هو function موجود في الهيدر فايل اللي اسمه string وبحول أي شيء تعطيه بين قوسين من number بغض النظر عن نوعه integer double float long whatever بحوله لstring يعني بحط لك عليه double quote بحيث إنه بالميموري يكون مخزن على شكل string وبس تعمل له add بصير يعامله كأنه string مش numerical value بعدين عملت addition مع الفاصلة space بعدين عملت addition أو concatenation مع two string يعني اللي بعطينيه الفنكشن two string بس أعطيه y رح يرجع لي y بين double quote رح تفقد قيمتها العددية بعدين concatenation مرة ثانية مع comma and بعدين two string z بعدين راح يطبع الاس اللي هي خزن فيها كل هذا الكلام، لاحظوا سترينج اس تساوي كل هذا الحكي، كاتينيشن كامل، شو راح يطبع لك؟ راح يطبع لك 3 نمبرز 15 وقيمة ال الواي وقيمة الزي، لاحظوا هلا الواي ليش طبعها بهذا الشكل او ليش عملها بهاي الطريقة؟ لأنه الواي أصلاً دبل. اوكي؟ فبتكون مخزنة في الميموري بناء على بريستيج معينة، يعني في بعد الفاصلة عدد معين من المنازل فحكيت لكم بس يحوله لسترينج باستخدام التو string function راح يحط عليها double quote بهاي الطريقة وضحت الفكرة؟ في ناس عنده أي سؤال على C string؟ طيب أنا بهيك أكون أنهيت محاضرة اليوم أو أنهيت للC string كاملة وانهينا chapter 7 كامل آه. خليني اعمل ستوب للريكوردينج